صلي على اللي هيشفع فيه. علي افضل الصلاه والسلام. انت ليك وهتاخد وعليا وهديك. قلت لك 7000 جنيه ما ينفعش. ليه بس؟ توك توك ده يساوي 12000 جنيه ما ينقصوش مليم. على ايه؟ ده محتاج سمكره ولسه هصرف عليه يامي. كلها غسيل وش انما اساسه متين. الهي ناتي اوعى تروح بيتكم الا ما تبيع لي التوك توك دي. ايه يا غرع انت هتفول عليا؟ الهي تنشل وتحول لو ما خدتش مني ال 7000 جنيه واديتني التوك توك دي. انت اكيد اتجننت. الهي انت اللي تتجنن والميكروباص الجديد اللي هتجيبه يولع بيك انت والزمالك. لا كله الا الميكروباص. خلاص يبقى تاخد مني ال 7000 جنيه واكتب لك بالبنك الكمبيالات. امر لله. اشوفك بالليل على القهوه. عيل سقيل. دين النبي كل دي فلوس؟ دول لما يطلعوا كام؟ يخرب بيتك يا طاهر، معاك كل الفلوس دي ولابس لنا الجلابيه المقطعه ومنشفها عليني؟ طب ورب الكعبه لا احرمك منهم واخليك تلبس الجلابيه المقطعه بس بحق وحقيق. تعالوا يا حبايبي تعالوا. قال قطل يا جاد. وكاش كمان كاش. امال ايه فاكرين هجيبه ايه؟ ده انا دافع ثمنه وانا قاعد حاطط رجل على رجل. وجبت فلوسه منين؟ ده انا كامل المستاهي. ايه ومن النهارده مفيش قطالي. عجايب على العموم ربنا يكرمك. انا رايحه احلب الجاموس. روحي يا اختي روحي. الهي تنتحك وتخلصنا مني. اكتب لك ايه على التيك توك يا كامل؟ سيدك كامل يا كل. حقك علي الله يرحم ايام زمان. ده ما يرجعها دي ايام ما تفكرنيش. ما قلتليش اكتب لك ايه؟ تكتب ايه تكتب ايه؟ اه لو الشجاوه رتب كان زماني بقيت ليوي. عمري راح ما لقيتوش غير فلوس عني وتسرقوها. فلوس عني وتسرقوها. اه يا ابن ده الكلب. اه اولاد الكلب.
يا ولاد الكلب. انت يا بنت الكلب. حالا يا سي طاهر، الملوخيه بالانارب هتكون جاهزه. وكمان عمالي ارانب. وديت الفلوس فين يا ولية؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ فلوس ايه يا سي طاهر؟ ده انا هقلع لكم ملطه وانا املكه هنا بالعرض. لا يا اخويا. ايه الفلوس اللي كانت في عشه الارانب راحت فين؟ فلوس ايه وعشه ايه؟ ال 250 الف جنيه. 250 الف جنيه؟ ودول جبتوهم منين؟ انت خليني اخلص عليكي. خلاص 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 خلاص. مفيش غيره، اخوك كامل. كامل؟ ايوه. امال هو جاب التوك توك الجديد منين؟ هو بقى له يومين مروق نفسه. توك توك ومروق نفسه؟ وقعت امك صودي يا كامل انت وضحكتك النتنة دي. الفلوس الفلوس فين يا علي؟ انا ما خدت حاجة. انت يا علي وديت الفلوس فين؟ والخمسة جنيه ما بخدت حاجة. الحقيني يا ابو البنات. ام البنات والبنات محبوسين جوه ومحدش هيغيطك مني. الفلوس فين اللي كانت في عشة الارانب يا علي؟ افتكرت افتكرت. ايوه. من كام يوم كده كنت معدي من يمة العش ولقيت ربع جنيه مرمي على الارض. هو بتاعك يا اخويا؟ لو بتاعك ممكن اديهولك وما تعملش فيا كده. ربع جنيه يا معفن. انا هعمل فيك كده على ربع جنيه؟ دول ربع ارنب يا خفيف. ايه العفانه بتاعتك دي؟ يعني بتعذبني عشان ربع ارنب؟ ما العش مليانه انارب قدامك اهو، نجي منها واحد. يا طمة ارانب ايه؟ ارانب ايه؟ ربع ارنب يا ولي يعني ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ جبتهم منين دول يا طه؟ وانت مال اهلك؟ انت مال اهلك انت والنعمة الشريفة يا كامل؟ لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك وورثك تاني يوم الصبح. انت وديتهم فين؟ انت لو قتلتني مش هتعرف توصل لحاجة. يعني خدتهم يا ولي؟ ايوه خدتهم. ومش حاطين منهم مليمة؟ انت بتسرقني؟ بتسرقني يا حرامي؟ حرامي سرق حرام. هو انت يعني كنت تعبان فيهم يعني وجبتهم بجعارك جبينك؟ انت مال اهلك انت؟ انت مال اهلك والنعمه الشريفه لموتك يا كامل؟ هموتك. موتني؟ ماني كده كده عايش ميت. بس لو موتني مش هتعرف مكان الفلوس، وساعتها اخبط راسك في الحيط يا طه. انا هخبطك انت في الحيط وهموتك. لغايه ما تنطق وتقول لي وديتهم فين يا ابن الكلب؟ وديتهم فين؟ يا سلام. طيب شيء ايه نقاوي عمايل ايدي يا كامل يا اخوي يا حبيبي. دلوقتي بقيت اخوك؟ وايه يا اخويا الحنيه اللي هبت عليك مره واحده دي؟ انا مش واخد على كيدي. ايه هو انا عندي اعز منك؟ ده انت اخويا وحبيبي وابويا الله يرحمه كان دايما يوصيني عليك. الله يرحمه بقى. بس زي ما تقول كده انا واخد على خاطري منك. اكمنك يعني سرقتني قصى عليك يا كامل. طب قول لي وانا اديك اللي انت عايزه. من ياما قلت لك وانت نشفت ريجي وزلتني. وبعدين ما انت سارقهم، هما يعني جايين بالحلال. طب هاتهم يا كامل يا اخويا يا حبيبي. ده ربنا وحده اللي عالم اني جايبهم ازاي. عايزهم؟ ايوه طبعا يا اخويا يا حبيبي. انت اللي قول. قلت ايه؟ اني اخوك وحبيبي. وانا ليا غيرك؟ خلاص يبقى نقسمهم الجسمة اللي على مزاج هاني وتقول الله يبارك لي. يعني ايه؟ يعني انت 125 الف جنيه واني 125 الف جنيه. ايوه بس ده ما يرضيش ربنا ابدا. خلاص اخبط راسك في الحيط، مالكش عندي حاجة. ماشي انا موافق. ما هو نص العامي ولا العامة كله. بس انت هتعمل ايه بنصيبك؟ ناوي افتح شركة استيراد وتصديق واقعد كده على مكتب وانجعس واقلد بقى رجال الاعمال اللي بشوفهم في التلفزيون. والله فكري. تشاركني؟ ومال؟ ما عنديش مشكلة. طب هات بقى فلوسك نحطها على فلوسي عشان نعرف نبتدي الشغل. ايه يا ولد الضحكة اللذيذة دي؟ ده بعينك يا اخويا. امال احنا هنشتغل ازاي؟ لو انت جد في كلامك يبقى يلا بينا ننزل على مصر ونمضي العقود هناك عشان اضمن حقي.